يسعد منظمة الأغذية والزراعة في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنها تقدم معلومات قيمة وجديدة عن سلامة الغذاء لمواجهة فيروس الكورونا وما بعده كمان، والمعلومات دي عن الملوثات والمتبقيات والاستخدام الصحيح للمبيدات وسلامة الفاكهة والخضروات طوال سلسلة إنتاج الغذاء واللي بتبدأ من المزرعة، وتوصيات الحصاد والفرز والتدريج والتعبئة لحد ما نوصل للمستهلكين اللي بنقدم لهم توصيات الشراء والتخزين المنزلي كمان. وهتلاقوا المعلومات دي جوه أبليكيشن المفيد في الأغذية والزراعة، واللي فيه كمان معلومات عن التغذية الصحية والموالح والدواجن والبلح والتمور، والمعلومات في منها مكتوب وفي تسجيلات صوتية وفيديوهات. وهتلاقوا كمان حساب تويتر منظمة الأغذية والزراعة اللي بيتجدد يومياً، ومنتدى المزارعين، وده عبارة عن منصة بتسمح للمزارعين يطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم مع زمايلهم المزارعين والخبراء المتخصصين. وتنزيل الأبليكيشن هتلاقوه سهل خالص، نروح لجوجل بلاي ستور أو متجر جوجل ونكتب في خانة البحث المفيد في الأغذية والزراعة. مستني إيه؟ نزل تطبيق المفيد وشوف المعلومات واستفيد.